يتكلم هذا الفيديو عن القديس الهندي كورياكوس إلياس شابرا. ولد القديس كورياكوس إلياس شابرا في العاشر من شباط فبراير سنة 1805 في كايناكري، ضيعة صغيرة من قضاء أليبي في ولاية كيرالا من أعمال الهند والمعروفة ببلدة الله الخاصة. وكان الولد السادس للزوجين كورياكوس وماريا. بدأ الذهاب إلى مدرسة بلدة كالاري في الخامسة من العمر، وسنة 1818 من شدة رغبته في أن يصبح كاهنا دخل مدرسة باليبورام الإكليريكية من أجل التنشئة للكهنوت، ورسم كاهنا على يد الأسقف موريليوس تابيليني النائب الرسولي على أبرشية دراكولا في 29 من تشرين الثاني نوفمبر سنة 1829. وكان له من العمر 24 سنة. أدى شابرا نذوره الربانية في 8 من كانون الأول ديسمبر سنة 1855 متخذا اسم كورياكوس إلياس للعائلة المقدسة. في نهاية حياة قداسة مليئة بنعم الله والنجاح امتدت 66 سنة، وبعد أن نال المشحة الأخيرة رقد شابرا بنعمة الله بتاريخ الثالث من كانون الثاني يناير سنة 1871 في كوانماو، وورثار فيها في منسكة القديسة فيلومينا. في وقت لاحق نقلت رفاته إلى الدير الرئيسي للرهبانية التي أسسها في منانا، حيث وضعت في كنيسة دير مار يوسف سنة 1889. بنيت روحانية القديس شابرا على جذور تقاليد مثلثة، وهي التقليد الكرملي والتقليد الشرقي والتقليد الهندي. كان شعاره العيش لتقديس الآخرين كما لتقديس الذات. لفت شابرا بشدة عظمة الله وجحود الإنسان، وكان دائم التأمل في حب الله ورحمته. وكرجل صلاة التمس دائما مشيئة الله وميزها في حياته من خلال الصلاة، واتبعها بعناد بأقصى مثابرة حتى في أوقات التجارب العظيمة المعارضة. لقد أهلته علاقته العميقة بالله أن يناديه بأبي العزيز. كان التعبد للقربان إحدى أساسات روحانيته. لقد أمضى ساعات كثيرة أمام الرب في القربان مصليا ومتأملا. ويمكننا أن نرى العلامة الخارجية لهذا التعبد للرب في الإفخارستية في حدث إدخاله وللمرة الأولى في كيرالا عبادة الساعات الأربعين ونشره لها. أما إكرام مريم فكان وجه آخر من غذائه الروحي. لقد كانت أم الله مريم مثاله وشفيعته، فمنذ حداثته الأولى وبطريقة مميزة قرس لحب مريم العذراء المباركة ولحمايتها. ويمكن رؤية نشره للثوب الكرمل ولعبادة الوردية المقدسة، كما إدخاله ميزة شهر أيار لعبادة مريم، لخير تعبير عن تعلقه بها كأم له. أما اتخاذه اسم كورياكوس إلياس للعائلة المقدسة خلال الاحتفال بنذوره الرهبانية يبدي تعبده الخاص للعائلة المقدسة. وعلى سرير الموت عهد بالرهبانية التي أسسها إلى عناية العائلة المقدسة وحمايتها. وقبل رحيله كان له الشجاعة الروحية ليقول إنه بنعمة الله وبمساعدة خاصة من العائلة المقدسة لم يفقد أبداً نعمة المعمودية. ومن ناحية أخرى لقد اعتبر الطاعة للسلطة الكنسية فضيلة عظمى ومارسها بعناية قصوى. كان القديس شابرا ذات شخصية متعددة الجوانب ورجلا عظيما بعيد الرؤية. يمكن استخلاص مواهبه تحت عنوانين: البعد الروحي والبعد الاجتماعي. لقد آسفه وضع كنيسة كيرالا الروحي الذي سرى في أيامه،
وبهدف إصلاحه أخذ على عاتقه العديد من التحديات والخطوات المتجددة من أجل إصلاح حياة الكهنة الروحية كما حياة المؤمنين العلمانيين. لقد شعر بأن ذلك النقص يعود إلى عدم وجود ما يسمى في لغة الملايالم الهندية تباسب هابن درسا نبيدو، أي دار للعبادة ولتهذيب النفس. لذلك أسس العديد من المدارس الإكليريكية لتنشئة كهنة جيدين، وبهدف التجدد الروحي لقد باشر في تنشيط الرياضات الروحية للكهنة والعلمانيين في الرعاية. وبعد بذل الكثير من الجهد أنشأ أول دار نشر كاثوليكية بهدف طباعة ونشر الكتب التقوية والإيمانية والأخلاقية وإيصالها للمؤمنين. لقد كان التعليم بالنسبة لشاغرة عاملا مهما لفعل الخير وتحقيق النهوض الاجتماعي، ولذلك بدأ بالمدرسة السنسكريتية الكاثوليكية الأولى في عام 1846 في منانم، حيث استطاع الجميع الجلوس والدراسة معا بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية والمعتقد واللون. وكان ذلك في وقت غلب فيه التمييز العنصري القائم على الطبقات الاجتماعية، وكانت الرعاية الصحية وسيلة أخرى انتهجها لخدمة المجتمع. لقد أنشأ مراكز محبة ودورا للعناية بالمسنين والمرضى والمعوزين، وأسس أيضا جمعية للمؤمنين العلمانيين سميت بأخوية مار يوسف للميتة السعيدة، وكان هدفها العناية بالمرضى والمسنين وتهيئتهم لميتة سعيدة. وباختصار كان مصلحا اجتماعيا عظيما، قلما نجد مجالا لم يتخذ فيه أي مبادرة. لقد كان القديس شابرة رجل عمل وصلاة. يمكن اختصار مساهماته الرئيسية على صعيدين روحي واجتماعي. لقد رأينا سابقا مساهمته على الصعيد الروحي، ونضيف إليها تأسيس جمعيتين رهبانيتين، الأولى للرجال أسست سنة 1831 وتعرف اليوم باسم كرمليو مريم الطاهرة، ومن خلالها يكمل حوالي 3000 عضو منتشرون في 27 بلد الرسالة السامية والموهبة اللتين سلمهما لهم المؤسس في حقول المدارس والرعائية ورعوية الصحة والعمل الاجتماعي. أما الجمعية الرهبانية الثانية فهي للنساء، أسسها شابرة في 13 من شباط فبراير سنة 1866 تحت اسم الرهبانية الثالثة للكرمليات الحافيات، والتي انقسمت لاحقا إلى فرعين متمايزين، واحد للكنيسة اللاتينية واسمه رهبانية الكرمل التيريزية، وآخر للكنيسة الشرقية ومعروف اسمه اليوم بأخوات رهبانية جبل الكرمل. وكان ذلك لإنهاض نساء المجتمع اللواتي كن حينها في مجتمع كيرلا محتجزات داخل مطابخ بيوتهن. تجمع هاتان الرهبانيتان اليوم حوالي 7000 راهبة يكملن موهبة مؤسسهن ورسالته في أنحاء مختلفة من العالم. انطلاقا من قناعته بأهمية التربية من أجل الإنهاض الاجتماعي، وبصفته النائب العام على السريان المالابار في أبرشية فيرابولي، لقد أصدر القديس مرسوما يقضي بإنشاء المدارس في الكنائس الرعائية. وبالتالي إن مجتمع كيرلا لا بل المجتمع الهندي بأسره لمدين له بوجود غالبية عظمى من المؤسسات التربوية، بدءا من الحضانة وصولا إلى الكليات الطبية والجامعات خصوصا في كيرلا، والتي تعنى بنقل تعليم ذات جودة وتنشئة أساسية ذات قيمة. من ناحية أخرى لقد وضع القديس شابرة
تعليمات من أجل سلوك العائلات الجيد ونشرها في دليل أسماه وصية أب صالح. أما الأعجوبة التي أدت إلى إعلان قداسته فقد كانت أعجوبة شفاء عين حولاء لطفلة اسمها ماري جوز. من دون اللجوء إلى العملية المطلوبة والضرورية وعبر شفاعة الطوباوي شاغرة وجوابا على صلاة العائلة المكثفة لمدة نهزت الأسبوع، شفيت ماري جوز شفاء فوريا قال فيه الأطباء أنه غير قابل للشرح بحسب علم الطب المتعارف عليه. أيها القديس شابرة، صلي لأجلنا.